وياه لما تسوق السياره بين تقاطعات اقول حاره او مكان تقاطعات ورا بعض في الليل الموضوع سهل لان في نور نشوف التقاطع هل في او مثلا راكب حصان حتى مثلا في الليل فنشوف التقاطعات هل في سيارات او لا تشوف النور مار تخفف او هو يخفف لما تحمل نورك لكن في النهار ما ادري خاصه كنت مسكر الشباك ولا مسجل او مكيف الى اخره ما راح تسمع صوت السياره بشكل سهل او حتى البوري مرات فمن ضمن الاشياء اللي ممكن اذا كنت مضطر انك تسرع شوي او ما تخفف كثير تصير ماسك اليمين زياده بمعنى انك مثلا جهتك اليمين جهه السياره الاخرى اللي مقابله لك من الجهه اليمنى فتبالغ في مسك جهه معينه عشان لما الشخص يطلع فوت تكون مناظره يعني انت ماسك نص الخط بدل ما انك ماسك يمين مره فتقدر تشوفه قبل ما يوصل للتقاطع مع ان طبعا مشكلتها انك في الحاله هذه ممكن للجهه الاخرى اللي انت قربت منها ما تشوفه بس الجهه الاخرى اصلا بيكون بعيد عنك عكس اللي هنا يمينك يعني انت ماشي قدام اللي بيقطع التقاطع من اليسار بيكون يمين فسهل يصدمك بينما اللي بيقطع التقاطع يمين بيكون يمينك فبعيد عنك فتشوفه فالمقصد انك بتقرب من جهه معينه عشان يسهل عليك شوف اللي انت خايف منه هناك لو خطم عليك فجأة كذلك في الخيل لما تكون راكب حصان بينك أشياء فجأة ممكن يخاف من شيء وراها مثلا تهدب قدامه جرف أو عقم أو حفرة زي كذا مثلا أو جدار أو بدوك أو اللي هو ممكن فجأة يخطم عليك شيء سواء تبغى تشوف الشيء عشان أنت تنتبه له سيارات ما سيارات وغيره أو تبغى الحصان يشوفه عشان ينتبه له طبعا تبغى الحصان يشوفه ينتبه ما له معنى لأنك تركب صح يختفي الوقوف بالعكس تبغى اختبارات لكن مرات أنت بتستمر تهدب ما تبغى الحصان يكون بالغ في الحذر مبالغته في الحذر بتخليك تبالغ في الوزن فيبالغ في ارضاء كنت تبغى الهد يكون سلس نقول ما تبغى مبالغه في الارضاء بدون سبب واضح فاللي يصير انك تبعد شوي عشان تخليه يشوف المنطقه اللي حذر منها بشكل واضح يعني هو يبغى يهرب عنها كذا انت تقول لا طالعها عقب ما تخليه يطالعها متوقع انك بتروح لا ومركز معها وخر عنها عفوا بجسمه هو يتوقع انه بينحاش عنها برقبته يودي جسمه لها خله يعرف ان العكس بيصير بخليه يطالعها برقبته ويوخر جسمه عنها عصفورين بحجر واحد اول شيء سويت عكس الشيء اللي متوقع انه يصير هذا رقم واحد والاهم رقم اثنين علمت الحصان ان الشيء اللي مركز معه او حذر معه ما يمنع انك تشوفه خلاص ركز فيه فانت ضمنت انه لو جاء شيء فجاه خطم عليك سياره مسيره وغيره انت قاعد تشوفه مركز وضمنت ان الحصان نفسه في المنطقه اللي شايل هم انه يجي شيء في معين فيها يخوفه او جهله واثق مركز ما راح يفجع شيء او يفاجئ شيء فالمنطقه اللي توقع انه فجاه ممكن يطلع شيء منها ابعد جسم الحصان عنها وخله ملتفت عليها انك لو جاء شيء فجاه تشوفه انت وشوف الحصان بدل ما يجي فجاه ويفاجئك ويفاجئ الحصان دائما لما اشوف مطر يمديك الله جاي بتقوي انا مو زي مطر الشتاء لكن مثلا لما اشوفهم جاي بالسيارة خلاص دخلت كثير المويه ما ودي ادخل اليوم للحصان اللي ابغى اربص في المويه وحوسه وطين وغيره ولا مره قلت اني بحرص اني ما ادخل زياده الا لو دخلت زياده مو بعناد قدر ما انه الامر واقع امام الحصان خايف من شيء لابد ادخله فيه اذا دخل في الشيء لابد ادخل بشكل موزون ما انت قاعد تفلسف الدخل وتطلع على طول فلا بد توزن حتى في الجود مرة تدخل في الريوس وقفه وتدخل الحصان دخول كامل بالريوس ثم تطلع قدام بس إذا كررت العملية مرة مرتين يصير الحصان يفرض عليك فرض الدخول بالريوس ما يدخل قدام أتوقع أنه هو فارض عليك عدم الدخول أقوى ما أدخل أنا وياه جوا الموية نطبع تطبيع فاللي زي ما بالدعوة عناد أو استغلال الموية فقط أن المطر نادر ما يجي فإذا جات تحاول عمل تحلله بل إنك مضطر لو تركب حصان مكان معين يخاف من اشياء معينه مضطر تسوي اختباكس بالثقه حتى لو ما تبغاه وانت بحريص تضطر يصير اغلب شغلك اختباكس بالثقه لان الحصان ما يدري انك والله ما تبغاه او ما ودك او ما لك مزاج ويرى انه فرض عليك فرض عدم فعل الشيء هذا تقوم تركز عليه زي مثلا الطين رحت له لان كان خايف منه من المطالب اني اصلا اجيبه عنده لكن كان خايف منه فلو استمرت بالطريقه انه ناوي اروح فيه توقع انه فرض عليه الشيء ذا فرض فكتذكير جبت له